السلام عليكم مشاهدين ديالي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ونهاركم مبروك. اليوم غندير معكم واحد الكيكه، وغنديرها في الكويرطات. هانتي غنديرها في الكويرطات هادم، كتجي زوينه تبارك الله. المهم انا غنشارك معكم اليوم هاد الوصفه، كنتمنى تعجبكم. هانتي عندي 6 البيضات، عندي 2 خمارات، عندي كوز ديال الفاني، عندي كاس ديال العنب الحليب، عندي واحد كاس ديال دانون ديال البيستاج، وعندي السكر. نعدل معكم مادلين، هو بحال كيكه، المهم هو مادلين. نعدل معكم مادلين، ايوا نتمنى يعجبكم يا المتابعين ديالي. بسم الله بسم الله، توكلنا عليك يا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. نقطع حدايا هذا نيشات باش ما بقاش نقلب على. انت عندي 6 البيضات، الحجم ديالهم كبير تبارك الله، غادي نتمنى تعجبكم هاد المادلي اللي غندير معاكم المتابعين ديالي. وتاتي الله يخطيكم على الكومنتارات الزوينين ديالكم وعلى المتابعه ديالكم، نشكركم بزاف. بسم الله هانتي غندير هاد السنيدة، نقدمو هاد السكر مزيان مع البيض، كيبقاش السكر في الحبيبة كفوق البيبات. هانتينا غندير القياس ديال الزيت ديال السكر مع الزيت بحال بحال، قياس واحد، حيت عندي 6 البيضات كيكونو غير 4 ولا 2 كدير غير كاس. انا درت كاس ونص، السكر على حسب الذوق ديالكم نتوما، كاينه اللي كيبغي الحلاوه وكاينه ما كيبغيش. غندير هاد الحليب، غندير هاد كيس ديال الفاني، غندير هاد كاس ديال دانون، انا عندي الخلاط الكهربائي غادي نضو نخدمه مزيان ونرجع معاكم. انت ملي خدمتو بالخلاط
خلطت، انا درت حبيبه ديال الملحه شويه ديال الطحين، انت غندير الخمارات انتي، انا غندير ثلاثه الخمارات ديال الحلوى، نسينا هنايا عندي التمر وعندي هذا اللوز وعندي الزبيب وعندي شويه ديال القرقع، راه نديرهم انا قطعتهم طريفات طريفات، غندير شويه الطحين غنبقى نخلط شويه بشويه حتى نشوف القوام ديالو، هاد المدلين صحي فيه هاد المكسرات كيجيو زوينين فيه، تبارك الله ما شاء الله كلشي موجود، تجيو ديرها 5 دراهم من الجي كيجي خير تبارك الله فيها، انت زيد شي شويه ديال الطحين، انا كنبقى نعبر غير بيدي، انا ملي كنكون خلط كنعرف القياس ديالي غير بيدي، وكنتمنى تعجبكم، شكرا على المتابعه ديالكم ليكم المشاهدين ديالي، خوتي صحباتي، نتمنى لكم الخير والتيسير، واش رزيق في هاد العواشر الله يسهل عليكم، انت كنخلط مزيان باش ما يبقاش ديك الطحين محبف في الخليط، ما يمكنليش نخلط بالخلاط ديال الكهربائي غادي يعجل لي هادشي المكسرات غادي يطرح معايا بزاف، هانتوما الخليط ديالي كيفاش رجع، هانتوما تبارك الله شوف الخليط غزال جا، شوف نتينا انا فتحت هاد الوغطا ديالي، هادو راهم كيجيو قاصحين كيجيو شي بحال الاخرين كتخوي فيهم كيتفتحوا، دابا انا غنعمر فيهم، نزيد بها نعمرها بحال هكا كاملين، نتمنى يعجبكم هاد
الفيديو اللي شاركت معكم اليوم. بنا نستعمل كنعمر بحال هكا كاملين ونرجع معكم يا متابعين ديالي. هانتوما يا متابعين ديالي انا عمرتهم. هانتي دابا غادي نشعل الفران تيسخن مزيان ونولي منين ندخل نقص عليهم شويه باش ما يتحرقوا لي شي. وهادي اللي بقات عندي اللاطه غنديرها في واحد اللاطه صغيره ونطيبهم كوغيت ما حضوني شي. جاوني غير هاد اللاطه هانتينا عندي هاد الطويصة هادي غادي ندير فيها هاد النويطة ندير فيها هاد شوية اللي بقات طيبو فيها. إوا هادشي اللي عطا الله المتابعين ديالي الله يخطيكم الله يخطيكم عليا. نتمنى نشجعو بعضياتنا نتعاونو مع بعضياتنا. هانتوما يا تبارك الله خير. ديال نقسمنا شويه دابا تفيض لي نقسم واحد شويه باش ما طلعش تفيض. ودابا الفران عندي كيسخون ودابا غنديرهم في الفران يطيبو. وقبل عندي واحد الفران ديال الغاز راه ما كيزرب عليا دغيا ودابا خصني نجلس حداهم باش ما يتحرقوا لي شي. وغنوريكم النهايه ديالهم يا المتابعين ديالي. هانتوما المتابعين ديالي كي جات مدلينا ديالي جاو زوينين فيهم الكركاع فيهم داكشي من الداخل. هانتينا كنتمنى يعجبوكم المتابعين ديالي الله يخطيكم عليا. ديرولي واحد الجيم وبارطاجيو الله يسهل عليكم وفعلوا الجرس. وهذا هو المدلينات ديالي اللي عدلت معاكم اليوم. هانتينا حمرتهم شويه وكنتمنى يعجبوكم. هانتوما جو مزال تبارك الله. كاين سخونين هانتيما كيجيو جات حشيشه جات رطبه غزاله. هانتي هذا جو فني تبارك الله. كنتمنى يعجبوكم المتابعين ديالي. يلا خليتكم على خير ومع فيديو جديد ان شاء الله. يلا مع السلامه.